السلام عليكم. بار مخدرات يوقع دركيين في المحظور. لكن قبل الخوض في تفاصيل هذا الخبر، لا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك في القناة لتتوصلوا بآخر الأخبار المغربية. تفاعلت القيادة العليا للدرك الملكي مع شريط فيديو تضمن مشهدا فاضحا جمع بين بارون مخدرات بمنطقة الغرب ودركيين ينتميان للمركز الترابي للميمونة التابع لسرية الدرك بسوق أربعاء الغرب إقليم القنيطرة. وقد تمكنت فرقة خاصة من الدرك تابعة للمصالح المركزية بالقيادة العليا بمنطقة الغرب من إيقاف تاجر المخدرات الشاب الذي تعمد تصوير سيناريو الارتشاء والابتزاز الذي تعرض له من طرف الدركيين. كما تمكنت الفرقة من تحديد هوية الدركي بالمركز الترابي بلالا ميمونة بالغرب الذي بدا طرفا رئيسيا في سيناريو التفاوض حول مبلغ الرشوة وزميله الذي جرى استقدامه من أحد مراكز إقليم أزيلال. وقد تم وضع الدركيين رهن الحراسة النظرية لصالح البحث الذي تخللته مواجهة مباشرة مع تاجر المخدرات الذي قام بتصوير الفيديو.